الهيماتولوجي ان شاء الله النهارده هنبقى بس انترودكشن برضو كده سريعه، هنتكلم فيها عن الاناتومي اند فيسيولوجي اوف ذا ليفر، عشان خاطر الحاجه اللي نتكلم فيها بعد كده نبقى فاهمين البيسكس بتاعتها، وهنتكلم فيها عن الانتربريتيشن اوف ليفر تيستس. اول حاجه الاناتومي اند فيسيولوجي اوف ذا ليفر، تعال نبص في الليفر كده. هو الليفر اصلا عباره عن جلاند، ويمكن ده اكبر جلاند موجوده في جسم الانسان. موجود فين الليفر؟ موجود في الرايت ابر كوادرنت اوف ذا ابدومين، تحت الدايفرام سب دايفراجماتيك، ومتغطي باي بيريتونيوم اللي بتعمل عليه بيريتونيوم فولدز، وبتعمل لك بعد كده فايف ليجامنتس، ليجامنتم تيرس و ليجامنتم فينوزم وكاردياك ليجامنت، حاجات بتثبت الليفر في الابدومينال وول. الليفر بيتكون مينلي من تو لارج لوبس، اللي هو الرايت لوب والليفت لوب، زي ما شايفين الرايت لوب هو الاكبر والليفت لوب اصغر، لكن في عندنا كمان تو سمول لوبس هتشوفهم من الانفيريور سيرفيس اوف ذا ليفر. يعني بص الليفر من تحت، هتبص على حاجه اسمها كوديت لوب وكوادريت لوب. كوديت لوب وكوادريت لوب، كوديت لوب ده الموست بوستيريور والكوادريت لوب الموست انفيريور. فعندك اثنين لوبس كبار واثنين لوبس صغيرين، رايت لوب وليفت لوب. بص من الانفيريور سيرفيس تلاقي حاجه اسمها كوديت لوب وكوادريت لوب. هتلاقي الفالسيفورم ليجامنت هو ليجامنت انتيرس، ده اصلا يعتبر بريمننت من الامبيريكال فين. يعني الامبيريكال فين ديورنج انتريتران لايف المفروض اصلا هو ده اللي بيوصل البلاد والنيوترينتس الى الليفر، مكان بدلا من بورتال فين. ما كانش عندهم بقى بورتال فين، اللي هو الامبيريكال فين اللي بياخد دم من الام راح جاي موصله للليفر، وبعد كده الهيباتيك فينز اند سو اون يرجع للهارت. بعد كده افتر بيرث الليجامنتم فين او الامبيريكال فين ده خلاص بيحصل له ديجنريشن او بيتكون بعد كده تحول الى فايبروز فايبرس تيشو، فايبرس تيشو بعد كده بيعمل لك ليجامنتم تيريس وفالسيفورم ليجامنت. فالسيفورم ليجامنت واحد من الليجامنتس القويه اللي بتفصل يعتبر الرايت لوب عن الليفت لوب، والبقيه البارت بتاعه ده بيبقى اسمه ليجامنتم تيريس. ده بالنسبة للجروس اناتومي بتاعت الليفر، الاستراكشر بتاعه ايه، هو موجود فين وبيتكون من كام لوب. لكن يهمني السيرجيكال اناتومي اوف ذا ليفر. يمكن السيرجيكال اناتومي اوف ذا ليفر فردية اتعمل في 1954 واحد اسمه كونتز. كونتز واحد من الهيباتيك سيرجنز او جي اي سيرجنز اللي عمل بصراحة يعني البحث لما نشره عمل ثورة كبيرة في الهيباتيك سيرجنز. انهم ما قسموش بقى اناتوميكالي، قسموا السيرجيكالي الى 8 لوبس. قال ان كل لوب منهم كل لوب من ال 8 لوبس دول بيبقى ليه اتس اون بلاد سبلاي واتس اون فينس درينج اند اتس اون بايل درينج. وعشان كده انت ممكن تعمل ريسكشن للوب منهم من غير ما تاثر على بقيه الليفر فانكشنز، ودي الفكره بتاعتها كده. طب هو قسمهم ازاي؟ طبعا شايفين الرسمه صعبه وصعب انها تحفظ، لكن هو ببساطه خالص عشان خاطر نفهمها، هو قال لك ان في عندنا رقم واحد سيجمنت 1 ده اللي هو الكوديت لوب. قال لك انا هسمي الكوديت لوب اللي احنا قلنا عليه الموست بوستير بارت ده رقم واحد، وبعد كده رتب كل اللوبز الثانيه كلها الى كلوك وايز مان، بترتيب كلوك وايز. يعني ايه ترتيب كلوك وايز؟ يا عقارب الساعه تمشي ازاي؟ تمشي من اليمين للشمال. فهو حطهم كده من اليمين للشمال، 2 3 4 5 6 7 8. لكن بس الحاجه الوحيده بس ان السيجمنت 4 واخد جزئين 4A و4B، هو دي الكلاسيفيكيشن بتاعه عقارب ساعه. يبقى نبقى عارفين كده رقم 1 الكوديت، وبعد كده هتتم عقارب ساعه 2 3 4 5 6 7 8. تناسب تشغل الالتراساوند لا تبقى عارفين كده انهم حتى زي النقل، النقل هي بتاعت الايد كده، بركه واحد كده ادي هنا كده 2 3 4 5 6 7 8 وده 4 4A و4B. طب هو انا ايه اللي بيقسمني اصلا الكات دي؟ اللي بيقسمهم في عندنا ده الهيباتيك فين رقم 1، في عندنا رايت هيباتيك فين وليفت هيباتيك فين، في النص ميدل هيباتيك فينز اللي بيقسموا لي اللوبس دول. لكن الكلاسيفيكيشن نفسه لما عمل هذا الكلاسيفيكيشن عمله بيزد اون البورتال بلاد سبلاي، البورتال تريبيوتريز. فكل واحد من دول لان بيبقى ليه بورتال تريبيوتري مختلف، ولا ان ليه
هيباتيك فين او برانش اوف هيباتيك فين مختلف طالع منه وبرانش من بايل داكت مختلف طالع منه. That's why نعمل surgical anatomy of the liver. يبقى again surgical anatomy of the liver هو مهم for practice الناس اللي بتشغل سونار. يبقى عارف how to classify او لو انت بتقرا تقرير سي تي تبقى عارف فين سيجمنت 3 ولا سيجمنت 4 ولا سيجمنت 5. احنا عامة بنقسمهم كده على حسب الهيباتيك فينز رايت ميدل لور، وبعد كده بنقسمهم الى upper half ولور هاف. طب اقسمه upper half ولا lower half بناء على ايه؟ بناء على level of celiac artery. طبعا دي بيبقى اناتوميكال معروفه في شكل السي تي. لو لقيت الليفل دوت يبقى ده لقيت كان كده upper half of the liver او lower half of the liver. عامه من الساينز كده لو انت لقيت وجود بانكرياس البانكرياس ده موجود في lower half of the liver. فانت لو فوق الليفر level of pancreas يبقى انت كده بتتكلم عن upper half. لو انت بتتكلم عن تحت او في ذا ليفل اوف بانكريس بتتكلم في اللور هاف زي اقراها في السي تي. طيب هو اصلا بيتقسم ازاي؟ زي ما قلت لكم عقارب ساعه، في عندنا بس كل لوب رقم واحد وبعد كده بيحط 2 3 2 3 4 5 6 7 8 بالدايركشن ده. اعتقد كده عمركم ما هتنسوا يعني. طيب تعالوا نتكلم بس عن الميكروسكوبيك اناتومي نتكلم فيها شويه. هو الليفر اصلا هيستولوجيكال بنلاقي حاجه اسمها هيباتوكلوبيوس. البيدكلوبيوس بتاخد شكل هيكساجونز زي كده خلايا النحل، شكل سداسي شكل سداسي كلهم مجمعين جنب بعض. لو نفتكر كده الكلام ده من الهيستولوجي زمان، ده شكل هيباتيكلوبيوس، هيباتيكلوبيوس مجمعين مع بعض. الهيباتيكلوبيوس كان في عندها في النص كده حاجه اسمها سنترال فين، سنترال فين، وفي عندنا في كل كورنر كان في عندنا حاجه اسمها بورتال تراكت، بورتال تراكت. طيب البورتال تراكت ده كان بيبقى فيه برانش من هيباتيك ارتري وبرانش من الهيباتيك فين وبرانش سوري من البورتال فين وبرانش من الهيباتيك فين. فعندنا برانش هيباتيك ارتري وبورتال فين وبيليري داكت في الثلاثة دول عشان كده بيسموهم بورتال تراكت، بورتال تراكت او بورتال ترايات هيباتيك ارتري وبورتال فين والبايل داكت. في النص بيبقى فيه الهيباتوسايتس بتبقى ماشيه كده جنب بعضها هيباتوسايتس هيباتوسايتس، وبين الهيباتوسايتس لو جينا بصينا هنلاقي فيه زي كانت صغيره جدا بيعدي فيها البايل داكت، وبيفصل كل مجموعه من الهيباتوسايتس عن بعضها حاجه اسمها ساينوسايتس. اللي باللون الارجواني ده كده ده ساينوسايتس، دي ساينوسايتس بتتجمع في الاخر في السنترال فين. السنترال فين ده بعد كده بيتجمع سنترال فين مع سنترال فين بيعملوا برانش من الهيباتيك فينز عشان خاطر في الاخر يتكون لك الهيباتيك فين اللي بيروح يصب فيه الانفيرو فينا كيف. طب البلاد سبلاي بتاع الليفر بيجي منين؟ البلاد سبلاي بتاع الليفر بيجي مني من البورتال فين والهيباتيك ارتري. هو ازاي البورتال فين ويبقى بلاد سبلاي؟ بص هو الفكره ان البورتال فين اللي هو واخد بعد كده من كل الجي اي تراكت بياخد كل ري ابسوربت فود وبيدخله جوه الليفر، يعني بياخد كل النيوترينتس وبيدخلها جوه الليفر. الليفر بقى بياخد هذه النيوترينتس يعمل لها ميتابوليزم يعمل لها ديتوكسيفيكيشن مواد السمنه بتاعتها ويبدا يدخلها يختلط بيها مع الهيباتيك ارتر. 60% من البلاد سبلاي بتاع الليفر جاي من الهيباتيك البورتال فين، 60% من البلاد سبلاي جاي من البورتال فين، و40% جاي من الهيباتيك ارتر. الهيباتيك ارتر بقى هو ده اللي بيدخل الاكسجين وبيدخل الاكسجينيتد بلاد جوه الهيباتيك جوه الليفر نفسها. تيجي عند الجزء بتاع الهيباتيك ساينوسايتس كله بيسيح على بعضه. يعني ايه كله بيسيح على بعضه؟ يعني الهيباتيك ارتري مع بورتال فين بيسيح مع بعضه وبيحصل بينهم اختلاط. تيجي بعد كده بقى الهيباتوسايتس وده اعجاز ربنا سبحانه وتعالى، تاخد الاكسجين بتاعها من الاكسجين الموجود تاخد النيوترينتس بتاعتها وتاخد كمان النيوترينتس بتاعه اللي جايه من الدايت، تبدا تعمل لها الميتابوليزم بتاعها وتعجيها بعد ما تعملها ميتابوليزم تعمل لها ريسكريشن في الهيباتيك ساينوسايتس عشان خاطر تطلع بعد كده في السنترال فين وتروح بعد كده في الهيباتيك فين الى السيركيليشن بعد ما تكون خلاص حصل لها ميتابوليزم جوه الهيباتيك ساينوسايتس. فكانه كده مصنع، انت بتاخد نيوترينتس من البورتال فين وتدخلها جوه الليفر، هيباتوسايتس تاخدها تعمل لها فورميليشن بتاعها تشتغل عليها الشغل بتاعها وبعد كده تطلعها بشكل بروسيسد جوه الساينوسايتس تروح بعد كده للسنترال فين ثم الهيباتيك فين ثم السيركيليشن. ويمكن ده عشان كده دي الفانكشنز بتاعت الليفر يمكن نقسمهم الى ثلاثه فانكشنز رئيسيين. ثلاثة فانكشنز رئيسيين. سينثيتك فانكشن يعني بيصنع حاجات
والميتابوليك يعني بيعمل ميتابوليزم الحاجات وديتوكسيفيكيشن لحاجات. يبقى مينلي لو قلنا الفانكشنز بتاعت الليفر في عندنا 3 مين فانكشنز: سينثيتك فانكشن، ميتابوليك فانكشن، وديتوكسيفيكيشن. سينثيتك اول حاجه بيصنع ايه؟ اول حاجه بيصنعها هو بيصنع البايل. الليفر هو ده مكان تصنيع البايل اللي بينزل بعد كده من الهيباتيك داكتس الى هيباتيك بيلري داكتس، يتحب بعد كده مع سيستيك داكت عشان كده يعمل لك كومن بايل داكت. والبايل دوت بيساعد في البروسيس بتاع الدايجيشن وهو بروديوس بايل. ده رقم واحد. رقم اثنين، هو بيصنع كمان سام بروتينز من اشهرهم الالبيومين. فهو الليفر هو اونلي سايت تو سينثايز البيومين. الالبيومين البروتين بتاع الانكوتيك بريشر، هو ده المين بروتين الموجود في البلد، بيتصنع اونلي ان ذا ليفر. ايضا بيصنع سام كواجيليشن فاكتورز، سام كواجيليشن فاكتورز، يمكن اغلب الكواجيليشن فاكتورز والانتي كواجيلانتس بيصنعوا في الليفر، يمكن اكسبت فاكتور 8. فاكتور 8 لا، ده بيتصنع في البومارو نفسه، لكن اغلب بقيه الفاكتورز نفسها بتصنع فين؟ بتصنع في الليفر، سبيشالي بروثرومبين هو فاكتور 2 مينلي بيتصنع في البروثرومبين. طيب دي حاجه. يبقى شوف ان هو بيصنع بايل، بيصنع بروتينز زي الانكوتيك بريشر الالبيومين، وزي الجلوبيلين اللي بتلعب دور في المناعه، وزي البروثرومبين. كل دي بروتينز بتصنع في الليفر. طبعا الجلوبيلين هو جزء منه بيتصنع في الليفر، لكن الجزء الاكبر منه بيطلع من البلازما سيلز اللي هي خلايا المناعه. ده بالنسبه للجزء بتاع السنسز. ايضا بالاضافه للسنسز ميتابوليزم. الليفر هو سايت مهم جدا للميتابوليزم اوف كربوهيدراتس وليبيدز وبروتينز. يعني مهم فور ميتابوليزم اوف كربوهيدراتس، مهم ميتابوليزم اوف ليبيدز، وميتابوليزم اوف بروتينز. طبعا يعني مش هندخل في تفاصيل، لكن تبقى عارف طبعا ان عامه الليفر بياخد الكربوهيدراتس وبيحولها الى جلايكوجين، وبيخزن هذا الجلايكوجين عشان خاطر لما الواحد يبقى ديورنج فاستنج يكسر الجلايكوجين ويبدا يستهلكه ويحوله الى جلوكوز مره ثانيه. بالنسبه للليبيدز ايضا الليفر واحد من السايتس اللي بياخد بيصنع اصلا الليبوبروتينز. هذه الليبوبروتينز اللي بتشيل ال في ال دي ال وال دي ال اتش دي ال، هو ايضا كمان مكان تصنيعها، ودي ريسبتورز كمان بيعمل لها ميتابوليزم، فبيلعب دور في الميتابوليزم اوف ليبوبروتينز. لكن كمان بيلعب دور الميتابوليزم بتاعت الليبيدز نفسها، هو ايضا بيستخدم كمخزن فور ستورج اوف ليبيدز. عشان كده الناس اللي بقى عندهم اوبيز او كده بيؤدي حاجه اسمها ستياتو هيباتيتس او ستياتوزس، بيبقى عندهم فاتي ليفر. فاتي ليفر ليه؟ لان الليفر اصلا واحد من الاماكن اللي بيحصل فيها ستورج اوف ذا ليفر اللي هو في ذا ليبيدز. ايضا في البروتين ميتابوليزم وبيلعب دور في حاجه اسمها كوري سايكل. الكوري سايكل دي انا فاكرها من ايام بايكيمستري من زمان، كان المفروض ان في المصل بتكسر ويدينا الانين، الانين بعد كده يروح الليفر، في الليفر الانين باي اي ال تي يديك اسبارتيت، وبستخدمه بعد كده في ريفرسال اوف جلايكوليسيس عشان خاطر اعمل معاها بروس اسمها جلوكينوجينيس. وكان بيصنع جلوكينوجينيس برضو واحده من الحاجات اللي كانت بتدينا سكر اثناء الفاستنج. فدي كلها حاجات في الميتابوليزم بيلعب فيها الليفر دور مهم. لكن كمان الليفر فانكشن الثالثه مهمه جدا ليه هو ديتوكسيفيكيشن. يعني ايه ديتوكسيفيكيشن؟ يعني دي يعني عكس توكسيفيكيشن، يعني بشيل التوكسنز. الليفر هو واحد من السايتس اللي بشيل بيها التوكسنز او بعمل بيها ميتابوليزم للزينوبايوتكس. يعني ايه زينوبايوتكس؟ يعني المركبات الخارج الجسم زي الدراكس. فاي دواء انت بتاخده عن طريق الفم يحصل له ري ابسوربشن من الجات، يمشي مع بورتال فين ويروح للليفر. وده اللي كانوا بيسموه في الفارماكولوجي فيرست باث افكت. يعني ايه فيرست باث افكت؟ يعني الدواء قبل ما يعدي على الدم لازم يروح على الليفر، في الليفر بيحصل له سم موديفيكيشن. سم موديفيكيشن يعني مثلا الليفر يدخله هيدروكسيل جروب، او يدخله مثلا حاجه اسمها يو دي بي عشان يخليه مثلا قابل للذوبان. فهي بروسيس كلها ان انا بحول الدواء من دواء الى ليبيد شيدبل او دواء غير قابل للذوبان الى دواء قابل للذوبان. ليه؟ لانه عامه القاعده لاي حاجه ماشيه في الجد عشان خاطر يحصل لها ري ابسوربشن لازم تبقى ليبيد نيتشر.
بعدين لما تخرج في البورتال تراكت تروح للليفر، هي عايزه تمشي في الدم، عشان خاطر تمشي في الدم لازم احولها الى ووتر ان نيتشر، والبروسيس دي بيتم في الليفر من خلال زي ما قلت لكم بروسيس زي هيدروكسيليشن او اوكسيديشن او جلايكوزيليشن، او بيعمل حاجه اسمها جلوكورينيشن يعني بيضيف لها جلوكورينيشن جروب. كل البروسيس دي انفولف في حاجه اسمها دي توكسيفيكيشن وبتتم في الليفر. ايضا هو مسؤول عن ميتابوليزم اوف اغلب الهرمونز الليبيد هرمونز زي الستيرويد هرمونز وزي تي اس اتش او التي 3 والتي 4، الحاجات دي كلها بتتم ميتابوليزمها في خلال الليفر. يبقى تاني الليفر دي سينثيتك فانكشن، بيصنع البيومين، بيصنع بروثرومبين، بيصنع جلوبولين، بيصنع بيليروبين، ودي ميتابوليك فانكشن فور كربوهيدراتس وليبيدز وبروتينز وليبو بروتينز، ودي ديتوكسيفيكيشن لدراجز وهرمونز. طبعا ليه اذر فانكشنز زي الستورج اللي احنا قلنا عليها، وايضا اذر فانكشنز زي اميون فانكشن، باضافه الى زي ما قلنا ان هو بيطلع سام هرمون الفانكشن، يعني بيطلع سام ستيرويد هرمونز او فيتامين دي. دي يعتبر فانكشنز ثانويه، لكن 3 مين فانكشنز سينثيتك ميتابوليك اند دي توكسيفيكيشن. يبقى تاني اتكلمنا عن الليفر الاناتومي بتاعه انه بيكون ميلي من تو لوبس، رايت لوب وليفت لوب، ما بينهم حاجه اسمها فالسيفورم ليجامنت. وفي عندنا كمان تو لوبس صغيرين، كوديت لوب وكوادريت لوب. الكوديت ده الموست بوستيريور، والكوادريت ده الموست inferior. عرفنا السيرجيكال اناتومي اوف ذا ليفر، ودي بيبقى سيجمنت 1، وبعد كده بحط زي عقارب الساعه 2 3 4 5 6 7 8، وسيجمنت 4 كان في عندنا 4A و4B، بقسمهم على حسب الهيباتيك فينز اللي موجوده، وسوبيريور وانفيريور على ليفل اوف بانكياس رافتيا. الهيستولوجيكال اناتومي في عندنا الفانكشن يونتس اسمها هيباتيك لوبيول، ودي عباره عن شكل هيكساجونال، في النص في عندنا سنترال فين، وما بينهم بيبقى في عندنا هيباتوسايتس وساينوسايتس، وفي عند الزوايا بيبقى في حاجه اسمها بورتال تراياد. بورتال تراياد ده بلاقي فيه برانش من الهيباتيك ارتري، وبرانش من البورتال فين، وبرانش من البايل هيباتيك بيلري داكت. المفروض ان الدم بيعدي من البورتال تراكت يمشي في الساينوسايتس، في هذه الرحله الهيباتوسايتس تاخد النيوترينتس وتعمل لها ميتابوليزم وديتوكسيفيكيشن وترجعها تاني، عشان خاطر اول ما توصل بقى لي الهيباتيك فين توصل او السنترال فين توصل خلاص نيوترينس نقيه، تقدر من السنترال فين بعد كده تروح للهيباتيك فينس الى سيستميك سيركيليشن. قيمه على فانكشنز اوف ذا ليفر، قلنا في 3 مين فانكشن. رقم 1 سينثيتك فانكشن، بيصنع البيومين، بيصنع بروثرومبين، بيصنع بيليروبين. في عندنا ميتابوليزم كربوهيدراتس وليبيدز وبروتينز، ودي توكسيفيكيشن لدراجز والهرمونز زي الستيرويد هرمونز. في عندنا اذر فانكشنز زي الاميون فانكشن وزي السورتش فانكشن. بعد ما اتكلمنا عن الانتروداكشن بتاعت الاناتومي بتاعت الليفر دي، تعالوا بقى نتكلم بقى عن حاجه ثانيه مهمه خالص، وهي بدايه ما دخلنا في الهيباتولوجي لازم نتعرف عن الليفر اونشن تست. دي حاجه من الحاجات اللي كتير هنتكلم عنها كتير وهنطلبها كتير، فنبقى عارفين بس ايه الكونسيبت بتاعها، ايه الحاجات الامراض اللي ممكن تزيد فيها. الليفر فانكشن تست انت لما تطلبها للعيان طب ال اف تي بيرجع يعمل لك انزيمز بس ده صح؟ لا ده مش صح. الليفر فانكشن تيست مش مجرد انه بيعمل ترانس امينيز، لكن الليفر فانكشن تيست نقصد بيها انت بتقيس السينثيتك فانكشن بتاعت الليفر، وبتقيس سم ماركرز اوف ليفر دامج او ليفر كوليستيس. تاني يبقى بقيس ماركرز، بتقيس السينثيتك فانكشن بتاعت الليفر. طبعا يعني انك تقيس الميتابوليك فانكشن بتاعت الليفر يعني هيبقى ليه انعكاسات تانية، بس ما تقدرش طبعا تقيسها بوان تيست. ايضا انك تقيس الديتوكسيفيكيشن فانكشن صعب انك تقيسها، لكن انا مين اللي بقيس السنسيتيف فانكشن بتاعت الليفر؟ السنسيتيف فانكشن بتاعت الليفر سبيشالي الالبومين والبروثرومبين. البومين والبروثرومبين، وزي ما هنشوف الالبومين هو مصنع الليفر، هو المصنع الوحيد للقلب. البروثرومبين طبعا الليفر بيصنع سم كواجيليشن فاكتورز من اشهرهم البروثرومبين. لكن الميزه بصراحه الميزه في البروثرومبين عن الالبوم، الالبوم حاجه من الحاجات الفيري سبيسيفيك فور ذا ليفر، لكن مشكله الالبوم بس انه نوت يوسفول في الاكيوت ستيجز. ليه؟ لان الهاف لايف اوف ذا البوم بياخد 20 يوم. يعني انت عشان خاطر الالبوم يبدا يقل معناه ان واحد عنده مشكله في الكبد برولونجت اكتر من 20 يوم. يعني لو حد عنده اكيوت فولمنت هيباتيتس ما تلاقيش عنده هايبو البومينيميا. ليه؟ لان الالبوم اللي كان اتكون على مدار 20 يوم لسه شغال. يبقى ذاتس واي انت الالبوم مش بتهتم عليه في الاكيوت ليفر انسلت.
لكن البروثرومبين من ضمن الحاجات اللي بتعتمد عليها في الاكيوت ليفر انسلت. ليه؟ لان الهاف لايف بتاعه الكواجيليشن فاكتورز تبقى صغيره، ممكن اورز الى فيو دايز. ذاتس واي انت ممكن تعتمد على البروثرومبين انك تشخص اكيوت ليفر انسلت. عشان كده واحده من الحاجات اللي بتشخص فيها في الحالات الاكيوت فولمنتيباتايتس تلاقي عندهم هايبوبروثرومبينيميا او برولونجد بي تي تي. يبقى ده اول حاجه بقيس بيها السنسيتيف فانكشن، البومين وبروثرومبين. ايضا من ضمن السنسيتيف فانكشن بقيسها البيليروبين. ايه حكايه البيليروبين ده؟ هو جاي من ايه البيليروبين اصلا؟ البيليروبين جاي من البريك داون بتاعه الار بي سيز، الريد بلاد سيلز، بعد ما تتكون في البومر وتعيش ما شاء الله لها ان تعيش في البريفرال بلاد تقريبا حوالي 120 يوم هاف لايف بتاعها، تروح بعد كده للريتيكولو اندوثيليال سيستم. هو ايه الريتيكولو اندوثيليال سيستم ده؟ الريتيكولو اندوثيليال سيستم نقصد بيها الماكروفيجز، كان زمان بيسموها الريتيكولو سايتس خلاص. والماكروفيجز بتبقى موجوده مينلي في السبلين، عشان كده سموها الريتيكولو اندوثيليال سيستم. تيجي هذه الماكروفيجز تاخد الخلايا بقى الخلاص العجوزه اللي نوت فانكشن كويس من الار بي سيز وتكسرها. كسرها هو عباره وتطلع الهيموجلوبين بتاعها اللي هي هيموجلوبين، الجلوبين تسكريت تاني في الدم عشان خاطر يروح للليفر. لكن الهيم بتبدا بقى تاخد بروسيس كده فور فيرذر ميتابوليزم، لان ما ينفعش اسيب الهيم لان الهيم كماده ماده توكسيك. بيمشي في الدم متشال على البيومين ويروح جاي رايح للليفر. في الليفر بتحصل له الكونجيوجيشن. يعني ايه؟ يعني الهيم نفسه مركب كبير وليبن ان نيتشر مش بيتوب في الدم عشان كده متشال على البيومين، يروح للليفر يضيف له مواد يكسره ويضيف عليه مواد، هذه المواد تخليه قابل للذوبان في الدم. اوكي، الماده دي اسمها يو دي بي جلوكيرونايل، عشان كده بيسموها كونجيوجيشن من خلال يو دي بي جلوكيرونايل ترانسفيريز. خلاص بقى خلاص بعد يخرج من الليفر وهو ماده قابله للذوبان بيسموها كونجيوجيتد بالروبين، ويبقى سكريتد في البايل مع بقيه البيلري برودكتس، بايل اسيدز وبايل سولز اللي بتطلع. جزء منه بيبقى سكريتد يطلع في الفيسز، وجزء منه بيرجع تاني الدم الى الكلى. طيب ايه الحاجات اللي تعمل لي دايركت او تزود البيلروبين؟ حاجات بتزود البيلروبين ممكن حاجات تعمل تزود الدايركت بيلروبين، تعمل دايركت هايبر بيلروبينيميا، حاجات تزود الاندايركت بيلروبين. وايه الدايركت والاندايركت ده؟ الاندايركت بيلروبين اللي هو انكونجيوجيتد بيلروبين، اللي هو البيلروبين قبل ما يدخل الليفر خلاص. وده بيزيد عامه في حالات الهيموليسيس، لو واحد زاد المصنع اللي بيصنع البيلروبين او بيصنع الهيم كتر شويه، يعني تكسير كرات دم حمراء كتيره زي في حاله الاكيوت هيموليسيس بيزيد الهيم وبالتالي يزيد الانكونجيوجيتد بيلروبين. لكن كمان ممكن يحصل في ناس عندهم مشكله في الكبد مش قادر يعمل البروسيس بتاعت الكونجيوجيشن دي، يعني الكبد المفروض بعد كده ياخد الانكونجيوجيتد بيلروبين ويعمل له كونجيوجيشن. لا، لو في مشكله في الكبد في الانزيمز المسؤول عن البروسيس بتاعت الكونجيوجيشن يؤدي الى زياده الاندايركت بيلروبين او الانكونجيوجيتد بيلروبين، زي مرض اسمه كريجلر نجار وجيلبرت سندروم هنتكلم عنه ان شاء الله بعدين. لكن الحاجات اللي تؤدي لزياده بقى الدايركت هايبر بيلروبينيميا، يعني البروسيس كلها تمت على اكمل وجه، الهيم اتكون وراح للليفر وحصل له كونجيوجيشن، بس جه يخرج حصل فيه مشكله. عشان كده اشهر سبب يعملها كده الناس عندهم كوليستيزيس او اللي هو اوبستراكشن، او بعض الانزيماتيك ديس اوردرز في الانزيمز المسؤوله عن انها سكريت بقى البيلروبين من الهيباتوسايتس نفسها، زي الدوبن جونسون او الروتر سندروم برضه ان شاء الله هنتكلم عنها. بس تبقى عارف ايه هي قصه البايل، ازاي بيتكون، الحاجات اللي بتعمل دايركت واندايركت هايبر بيلروبينيميا. كده انت قست السنسيتيف فانكشن، البومين وبروثرومبين وبيلروبين، بقى الثلاثه دول بيقيسوا لك السنسيتيك فانكشن اوف ذا ليفر، البومين بروثرومبين وبيلروبين. تعال نشوف بعد كده في حاجات ثانيه بقيس فيها بقى الليفر دامج. رقم واحد الليفر انزيمز. الليفر انزيمز اللي هي نقصد بيها الاي ال تي والاي اس تي، ودول نورمالي بيبقوا موجودين في كل خلايانا، لكن هما كمان من ضمن الخلايا موجودين فيها موجود في الهيباتوسايتس. موجودين فين؟ في الهيباتوسايتس انسايد اول سيلز، في السيتوبلازم بتاع السيلز، لكن موجوده كمان في الهيباتيك داكتس، خلايا الليفر، الهيباتوسايتس والهيباتيك داكتس. لما حد بيحصل له دامج او ليفر سيل دامج، دامج الهيباتوسايتس نفسها، الهيباتوسايتس تموت، تطلع الانزيمز اللي موجوده جواها في السيتوبلازم اللي هو الالانين ترانس امينيز او امينو ترانسفيريز اي ال تي،
او والاي اس تي اللي هو اسبارتيت ترانس اميليز، اسمهم زمان كان جي بي تي وجي او تي خلاص. لكن احنا دلوقتي الموست كومن اي ال تي والاي اس تي. يعني في بس كمان الاي ال تي مور سبيسيفيك عن الاي اس تي تو اسيست ليفر دامج. ليه؟ لان الاي اس تي بيعرف حاجات تانية اكتر، يعني بيعرف في حالات الناس عندهم هيموليسيس هتلاقي عندهم اي اس تي عالي، في الناس عندهم مصل دامج هتلاقي عندهم اي اس تي عالي، في الحد الناس عندهم اكيوت مايوكارديال انفكشن، فاكرين كنا واخدينهم ماركرز اوف اكيوت مايوكارديال انفكشن، عشان كده عارفين بس ان اي ال دي مور سبيسيفيك عن الاي اس تي. تبقى عارف برضه سام فاكتس وانت بتشوف كده التست بتاع الاي ال دي والاي اس تي. رقم واحد، الناس عندهم هاي ليفل او من اي ال دي اكتر من 1000، طبعا انتوا عارفين الاي ال دي لغايه حوالي 50 51 52 55 تختلف مع المعمل الثاني. الاي اس تي بقى في نفس الرينج برضه 50 ل 49 او 48. لو لقيت الاي ال دي والاي اس تي ثاوزندز تفكر في ايه؟ تفكر في اكيوت فايرال هيباتايتس. اكيد الناس عندهم اكيوت بس سبيشال، الناس عندهم اكيوت هيباتايتس ايه؟ عندهم الماركرز عاليه جدا في السن. او دراج انديوست هيباتايتس، لو واحد عنده مثلا ايه توكسيستي بباراستامول، واحد حاول ينتحر، واحده بالذات واحده من الرجاله في الكوش ينتحروا يعني بالادويه، واحده حاولت تنتحر بلعت لها علبه باراستامول دخلت في اكيوت فورم هيباتايتس لقيت الليفر انزيمز في السمع. فده واحده من حاجات الماركرز فور ليفر سيل دامج. ايضا ريلي ممكن تشوفها في حاله الاسكيميك هيباتايتس او الاميون. طيب في حاجه من الحاجات الثانيه مهمه قوي بحب اسال حتى في الام سي كيو، وهو الريشيو بتاعت الاي اس تي للاي ال تي. دي اوف امبورتنس ان اقيس الريشيو في اي اس تي الى اي ال تي. ليه امبورتنت؟ لك عامه في ناس اللي عندهم كرونيك هيباتايتس بتلاقي الاي ال تي اكتر من اي اس تي، لكن وانس ان ده يدخل في سيروزس الايه بتتعكس عندهم، بتلاقي الاي اس تي هو اللي اعلى من الاي ال تي. فاذا واحد عنده هيباتايتس سي لو لقيت الاي اس تي اعلى من الاي ال تي يبقى ده اعرف ان عنده غالبا حصل خلاص سيروس، يبقى في الطبيعي الاي ال تي يبقى اعلى لانه مور سنسيتيف. لكن في الناس اللي عندهم خلاص ليفر سيروزس خلاص خلايا الليفر ماتت، فبيبقى الاي اس تي افرازه اكتر من الاي ال تي. اوكي دي حاجه. لو لقيت ايضا اي اس تي اكتر من اي ال تي مور ذان تو فولدز تفكر في الكحوليك ليفر ديز. الكحوليك ليفر ديز بيعمل مور رايز ان اي اس تي ذان اي ال تي. طب لو لقيت اقل من واحد يبقى فكر في ناش، نون الكحوليك فاتي ليفر ديز او نون الكحوليك ستياتو هيباتايتس الاسم الجديد بتاعه. يبقى تاني الاي اس تي الى اي ال تي ليفل مهم. نورمالي بيبقى الاي ال تي اكتر من اي اس تي في حاله كرونيك هيباتايتس، في السيروزس الاي اس تي بيبقى اعلى. لو لقيت الريشيو بين الاي اس تي والاي ال تي اكتر من اثنين تفكر في الكحوليك هيباتايتس، الكحوليك اي اس تي. خلاص الكحوليك اي اس تي وزي ما تقول كده عشان تحفظها، الكحوليك بيبقى لو اي ال تي، لو اي ال تي. خلاص لكن هذا الريشيو بيبقى اس تي اقل من الاي ال تي في حالات نون الكحوليك فاتي هيباتايتس. ده بالنسبه للكلام عن ترانس اميز. بترانس اميز بقيس بيها الليفر دامج. بتاني شفنا قلب من بروثرومبين بالروبين بقيس بيها السنسيتيف فانكشن. ترانس اميز بقيس بيها هي ماركرز فور ليفر سيل دامج. ماركرز فور ليفر سيل دامج. في عندنا كمان تو ماركرز الالكالين فوسفاتيز والجاما جي تي، ودول ماركرز فور كوليستيس. ماركرز فور كوليستيس. لو ان هذه الانزيمز الالكالين فوسفاتيز موجود في البايل داكتس، الخلايا اللايننج بتاعت البايل داكتس، البايل داكتس الموجوده في الليفر او موجوده من بره، اللايننج بتاعها اللايننج سيل لايننج بتاعها بيبقى موجود فيه الالكالين فوسفاتيز بنسبه عاليه. بس الالكالين فوسفاتيز مشكلته بس ان هو مش سبيسيفيك. ليه؟ لانه موجود في الليفر والبون. يبقى الالكالين فوسفاتيز موجود في ليفر وبون، ليفر وبون. فلو وعدي هو بيعرف في حالات ال كوليستيسيس، حد عنده اوبستراكشن في البايل داكتس، وايضا بيعرف في بون ديسوردرز، البون ديسوردرز. يعني مثلا واحد عنده بون تيومر، او حد عنده ميتاستاسيس في البون سبيشالي مثلا في البروستيك كانسر او الار سي سي او بريست كانسر، بتلاقي عندهم دايما الكلام في الستيزي بيبقى عالي. او عنده
هايبر باراثيرويديزم وبون ريزبشن بتاع الاكنيفوسايتيز يعني. فالاكنيفوسايتيز ما هوش ماركر سبيسيفيك فور ذا ليفر، ده بيعمل في حالات الليفر ديس اوردرز وبيعمل في حالات البون ديس اوردرز. لكن الجاما جي تي اون ذا اذر هاند هو برضه موجود في السيل لاين للبايل باكس، لكنه مور سبيسيفيك للليفر، مور سبيسيفيك في الليفر. بيعنا برضه في حالات الكوليستيزيس، لو حد عنده اوبستراكشن سواء كان اوبستراكشن ده انترا هيباتيك في حالات السيروزس او اكسترا هيباتيك في حالات اذر كوزز اوف اوبستراكتيف جوندس، لكنه ايضا بيعلى في حالات الميكروزومال انزيم انديوسرز زي الناس اللي بياخدوا برضه الكحوليزم. في حالات الكحوليزم الكحوليك بينديوس الانزيمز الموجوده جوه الهيباتوسايتس نفسها وبيعمل سم سيلر دامج، ايضا ممكن يزود الجاما جي تي. يبقى الجاما جي تي هو ماركر في الكوليستيزيس، دايما يبقى ماشي مع الكالينفوسفاتيز، هو مور اكيوريت عن الكالينفوسفاتيز فور اوبستراكشن، لكنه ايضا بيعمل في حالات ال اكيوت مايكروزومال انزيم انديوسرز زي في حالات الهيباتيتس. يبقى نقدر نقسم هذه الماركرز الى سينثيتك ماركرز فور سينثيتك فانكشن البومين بروثرومبين بيلروبين، وماركرز فور سيل ليفر دامج اللي هم الترانس امينيز اي اي تي والاس تي والاي تي مور اكيوريت، وماركرز فور كوليستيزيس او بايل داكت اوبستراكشن اللي هم الاكليمفوسيتيز والجاما جي تي. عشان كده عامه انت بتعمل انتربريتيشن لهذه الماركرز في 3 مين كاتيجوريز او 4 مين كاتيجوريز. رقم واحد، لو حد عنده هيباتوسيلر انجري زي في حالات الهيباتايتس هتلاقي الاي ال تي والاي اس تي عالي. لو حد عنده مشكله اكتر كوليستيزيس زي مثلا حد عنده اوبستراكتيف جوندس هتلاقي الاكليمفوسيتيز والجاما جي تي والبيلروبين عالي. طب لو مشكله ميكسد يعني حد عنده مشكله في الليفر مشكله في البايل زي في حالات السيروزس وفي حالات الاتش سي سي مشكله في الليفر ضربت كل الليفر بقى ضربت الهيباتوسايتس وضربت البايل داس والبايل كانيكلا هتلاقي ميكسد بيكتشر هتلاقي ال تي والاس تي عاليين وهتلاقي الكالينفوسيتيز والجاما جي تي عاليه والبيلروبين عالي. اخر حاجه خالص او اخر كاتيجوري لو لقيت بس البيلروبين هو الرايزنج تبدا تفكر فيه ايزوليتد هايبر بيلروبينيميا اللي هي الجوندس اللي هنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل المره دي. يبقى ده بالنسبه للهيباتيك ليفر فانكشن او ليفر فانكشن تيست اند هاو تو انتربريت. اهم حاجه بس تبقى عارفها انك تبقى عارف كل تيست من دول بيقيس ايه بالظبط، فلما تلاقيه عالي تبدا تفكر في ايه. Again, the albumin, thrombin, bilirubin is a sensitive function of the liver. The albumin, مشكلته بس إن هو تقدر تستخدمه في acute attack, في acute liver insult. Thrombin تقدر تستخدمه في acute liver insult. The bilirubin حاجة من الحاجات اللي ممكن تستخدمها في acute و chronic كل حاجة شغال. دي is a sensitive function of the liver. الحاجة الثانية إنك بتقيس liver cell damage خلال ALT و AST اللي هم يسموهم transaminase أو إن نقيس هل في عندي some sort of cholestasis أو كان intrahepatic أو extrahepatic ولا لأ كالكالينفوسفاتيز والجاما جي تي. إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله نبدأ نتكلم بقى في الهيباتيك disorders in details، وإن شاء الله في خلال الأسبوع الجاي إن شاء الله خلصنا الهيباتولوجي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيه. لو حد ليه أي استفسار في الجزء ده إن شاء الله تحت أمر بإذن الله.